والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. طبعا في قضية الربا وهي من أخطر المعاملات التي يتعامل بها الإنسان، فهي من أكثر الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام مالك رحمه الله: تصفحت كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجد أشر من الربا، لأن الله عز وجل أذن عليه بالحرب. لذلك كل المعاملات التي تتعلق بالربا يجب على الإنسان أن يبتعد عنها. وهنا يبين النبي عليه الصلاة والسلام إنه في الربا قال لعن رسول الله، يعني طرد من رحمة الله عز وجل، آكل الربا، إنسان اللي بيأكل الربا، وموكله واللي بيعطيه كمان، قال وكاتبه اللي بيكتب العقود، وشاهديه اللي بيشهدوا إن والله هذا في عقد أو كذا في الربا، وقال هم سواء، يعني في الإثم سواء. لذلك الله عز وجل حينما ذكر الأشياء التي تتعلق بالربا في القرآن الكريم قال يمحق الله الربا، يمحق الله الربا، والمحق هو أن يعني يأخذ كل البركات التي تكون في مال هذا الإنسان أو في حياته. ولذلك في آية أخرى يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالإنسان يعلن الحرب على الله عز وجل بأكل الربا، فما يجي إنسان يقول والله معاملاتنا وكذا، لا، الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلذلك إخواننا أي معاملة تتعلق بالربا يجب على الإنسان أن يبتعد عنها حتى لا يقع فيما حرم الله عز وجل، خاصة هذه الكبيرة فهي من الموبقات، بل هي من أكبر الكبائر. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عن من سواه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.